مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحة، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناة، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبية والتغذية العلاجية. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم، وحلقه جديده من برنامج اسرار وفؤاد. النهارده هنتكلم عن مرض منتشر جدا بين الشباب وكبار السن، وكبار السن خاصه، والشباب قليل بس للاسف الشديد بدا يظهر، الا وهو كسور الشرايين التاجيه. كسور الشرايين التاجيه او تصلب الشرايين بتاعه القلب او الذبحه الصدريه، كل دي اسماء لمرض واحد بيصيب الشرايين التاجيه، سواء الشريان التاجي اليمين او الشمال، اللي بيغذوا عضله القلب بالتصلب، وبالتالي الدوره الدمويه اللي رايحه القلب بتقل، وبالتالي بعد كده بتحصل حاجه اسمها النوبه القلبيه، او بتحصل كسور في عضله القلب، عضله القلب ما عادتش بتقدر تشتغل زي الاول. النوبه بتاعه القلب، الذبحه الصدريه، كسور الشرايين التاجيه لها اعراض زي ضيق النفس، زي كتمه الصدر او ضيق الصدر، زي تغير لون الساق او تنميل الساق او البروده بتاعه الساق. اسبابها ليها اسباب كتيره جدا، اكترها شيوعا اول حاجه طبعا هي التدخين، ثم بعد ذلك المرض بتاع السكر. مرض السكر ده يا جماعه من اكتر الاسباب اللي تؤدي الى مشاكل الشرايين التاجيه، بشوفها كتير جدا جدا عندنا في العياده. مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم يعمل مشاكل في الشرايين التاجيه، انطباع نظام غذائي غير صحي زي الاكل السكريات الكتير، اكل القمح بكميات كبيره جدا، اكل الدهون المشبعه مع السكر، كل ده ممكن يعمل لا قدر الله كسور الشرايين التاجيه لدى البعض. ايه هي الفيتامينات والاغذيه والاعشاب اللي ممكن تستخدم في علاج الكسور بتاع الشرايين التاجيه؟ اول حاجه فيتامين د. فيتامين د منشور عنه دراسات اللي هو بيعالج كسور الشرايين التاجيه. ما ينفعش اي حد ابدا عنده مشكله في الشرايين التاجيه وما يروحش يحلل فيتامين د. روح حل الفيتامين ده، لو عندك مشكله في فيتامين ده خد فيتامين ده وتعرض للشمس، الشمس بتقيك من مشكله كسور الشرايين التاجيه وبتحلها تماما على فكره. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين فيتامين سي، لان الكولاجين مهم جدا 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 لدعم الشرايين. فيتامين سي ما انت بتاكله بانتظام بيدعم بناء الكولاجين في الشرايين، فبالتالي بيعالج كسور الشرايين. فيتامين سي موجود بكميات كبيره في الموالح، وموجود فيه كمان الفلفل الرومي، الموالح زي البرتقان واليوستفندي والليمون، الحاجات دي مهمه جدا لاي حد عنده كسور الشرايين التاجيه. رقم ثلاثة من الفيتامينات هو فيتامين ه، وده موجود بنسبه كبيره في زيت جنيه القمح، بياخد منه معلقه كبيره في اليوم، معلقه كبيره واحده بس كافيه اللي هي تديك اكتر من اللي انت محتاجه يوميا من فيتامين ه. فيتامين كاف 2 اللي موجود في الجبن، الجبن مهمه جدا جدا لصحه الشرايين، لو سمحت حافظ على فيتامين كاف 2 وبالذات في الجبن الصلبه. الجبن الصلبة دي زي مثلا الجبن الرومي وغيرها من الجبن اللي بتكون صلبة. فيتامين كاف 1 اللي موجود في الورقيات الخضراء بيعالج كمان تصلب الشرايين، لانه سواء فيتامين كاف 1 او فيتامين كاف 2 مش بس بيدعموا الشرايين لما يحصلش فيها لا قدر الله نزيف او يحصل فيها مصيبة، لا ده كمان بيشيل التكلس، لانهم بيشيلوا الكالسيوم اللي بيكون مترصف في الشرايين وبيرجعوا لمكانه المعتاد على العظم وعلى الاسنان تاني. فيتامين بي 12 اللي موجود في اللحوم والكبده، فيتامين بي 6 اللي موجود في الفراخ، فيتامين بي 1 اللي موجود في اللوبيا والبسله، الزنك اللي موجود في المحار، المغنيسيوم اللي موجود في الورقيات الخضراء، كل دي معادن وفيتامينات بتعالج عندك الكسور بتاع الشرايين التاجيه. بننصح بالاكل الصحي ده، ده الاكل الصحي اللي يعالج كسور الشرايين التاجيه، وابعد طبعا عن القمح وعن السكر وعن كل مسببات السمنه، وابعد عن التدخين. كده ان شاء الله تبقى خطه غذائيه متكامله لعلاج كسور الشرايين التاجيه، وعلاج الذبحه الصدريه، وعلاج تصلب الشرايين عامه. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار فؤاد تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50,000,000 مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات.
انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.